شن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هجوما على القوات الكردية في شمال شرق سوريا، مما أشعل قتالا شرسا قتل خلاله عشرات من الجانبين وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء. وعرف المرصد السوري أن مقاتلي الدولة الإسلامية بدأوا يوم الثلاثاء في الهجوم على القوات الكردية بالدبابات والأسلحة الثقيلة في محيط بلدة رأس العين القريبة من الحدود التركية. وقال مسؤولون في مجلس الدفاع الذي يديره الأكراد إن القوات الكردية أجبرت على الانسحاب من قرية قريبة من البلدة. واستمر القتال حتى يوم الأربعاء، لكن لم يتضح على نحو مؤكد عدد القتلى الذين سقطوا من الجانبين. وكانت وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها غارات جوية تقودها الولايات المتحدة قد حققت مكاسب كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتمكنت من قطع طريق إمداد هام من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد في العراق. وتجرى الحملة الكردية في شمال شرق سوريا بالتنسيق الجيد مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويسعى لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا والعراق. وظهرت وحدات حماية الشعب الكردية كشريك أساسي للتحالف وتقاتل الدولة الإسلامية على الأرض في سوريا. وهزمت هذه الوحدات بدعم من مقاتلي البشمرجة مقاتلي الدولة الإسلامية في بلدة كوباني السورية الحدودية في يناير الماضي. خالد حسين، Reuters.